فرانسيسكو الأسيزي، قديسون ولصوص معا. أشكرك لأنك أيقظتني يا أخي الذئب. صباح الخير. مرحبا. أهلا وسهلا أخي جوديوسو. ماذا تطبخ؟ أشتم رائحة زكية. أعشاب الغابة وفجلا وحبوبا، تفضل. أشكرك، أنا لم أذق طعاما منذ أمس وبدأت حقا أتضور جوعا. ترى هل جئت لتنضم إلي في الصلاة والدعاء يا جوديوسو؟ لا، سأمكث معك حتى فجر الغد لا أكثر، وبعدها سأعود إلى أسيزي. أما أنت فعليك أن تمضي إلى بيروجا. ولماذا علي أن أمضي إلى هناك؟ ليس لدي ما أفعله. سيصل البابا قريبا إلى بيروجا. وأخيرا كنت أنتظره. أتيتك بالحمار لأن البابا إنوسينزيو الثالث قال إنه يريد التحدث إليك. إنه خبر سار، إنما علي أن أقر لك بأنه يؤسفني أن أعود إلى عالم البشر. أنا أشعر هنا بأني أقرب إلى الله كثيرا. لكن ماذا يوجد في تلك السلة على ظهر الحمار؟ مجرد أرنب بري، قبضت عليه في الفخ بورقة خس. ولماذا قبضت عليه؟ ماذا تنوي أن تفعل به؟ كنت أود أن أعطيه للأخ خنيبرو كي يطبخه لي وللرهبان. يا لك من قاسي القلب وجشع. هذه خليقة الله، ألا تعلم ذلك؟ لنضعه على الأرض، هذه هي المعجزة الحقيقية. هذا هو التماس كلارا الأسيزية؟ إنه طلب مقدس وأنا سعيد بأن ألبيه. أباركها، قل لها هذا، وأن تصلي من أجلي يا فرانسيسكو كي يرأف الرب بحالي. سأرسل معك مندوبا عني كي يعلم ويرى الجميع ما هي مشيئة البابا. أحسنت، رائع. إنه رائع، إنها لعبة رائعة. هذا أليس ذاك الرجل الذي وراء المندوب البابوي فرانسيسكو؟ إنه فرانسيسكو الأسيزي. لقد زار البابا. فرانسيسكو. ماذا؟ يا فرانسيسكو، صلي لأجلنا. أرجوك صلي لأجلنا. ماذا؟ انظري، إنهم قادمون. كم عمر الأم الرئيسة؟ 21. ما زالت صغيرة السن، فمنصب رئيسة الدير منصب رفيع ولا يمكن إسناده إلى صبية. ليست الأعمار هي التي تنضج النفوس سيدي، بل هي نعمة الله. إن كيارا ممتلئة نعمة واتضاعاً، استطاعت أن ترفض لقب الأم الرئيسة طالما أمكنها ذلك، ثم خضعت للأمر وهي تبكي وباسم الطاعة المقدسة ليس إلا. أنا لست سوى مرسل من البابا ولا أصدر الأحكام.
فالبابا إنوسينزيو الثالث وفي كلامه عن التماسك والتماس الأخوات الراهبات وافق على قراركن وأعفاكن من واجب قبول الأموال وأقر مطلبكن بألا تكن ملزمات بقبول أي شيء من أحد. الشكر الجزيل للبابا. أنا آت. ها نحن فرانسيسكو قد جئنا. لم يفدنا الانتظار فجئنا. أجل، ما كانوا ليأذنوا لنا أبدا، لهذا السبب هربنا. شكرا لك. لا أحد يصدق أن صبيتين صغيرتين تحلتا بشجاعة كهذه. لا شك أن قوتكما عظيمة. والآن ماذا نفعل في هذه الساعة من الليل بصبيتين في الدير؟ الأمر بسيط جدا، سنحترم مشيئة الله، فهو من أرسلهما إلينا وهما تريدان البقاء هنا كي تصبحا راهبتين مثلنا. أنت على حق. أجل، هذا ما نريد. نريد أن نصبح راهبات مثلكم لا غير. هاتان الفتاتان فعلتا كل ما أمرهما به الرب وأطاعته. لقد تركتا كل ما كانتا تملكان وتبعتاه إلى هنا. إن واجبنا الآن هو أن نساعدهما. أيتها الأختان، ها هو عريسكما السماوي آت. نفسي يا رب وتتهجوح بالله مخلصي، لأنه نظر إلي. أنا خادمه الوضيع، الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. شكرا فرانسيسكو، شكرا أيها الرب يسوع. والآن سنصلي معاً أيتها الأختان. سوف ندعو بإخلاص جميع قديسي السماء كي يأتوا لنصرة أخواتنا اللواتي طلبنا أن يكن هنا أيضاً في عداد القديسين. تعظم نفس الرب وتتهجج بالله المخلصي، لأنه نظر إلي. أنا خادمه الوضيع، الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. أعفاكن من واجب قبول، أقر مطلبكن بألا تكن ملزمات بقبول أموال من أحد. الشكر الجزيل للبابا. لذا أيها الإخوة، فاليوم يوم عيد. لقد أعطى البابا موافقته لكيارا وأخواتها على أن يعيشن حياة الفقر الكلي، كما أعيش أنا وإخوة الرهبان، تماما كما عاش يسوع ابن الله الذي لم يكن يملك ما يضع عليه رأسه أبدا. الرب الإله الذي يرزق الطعام لطيور السماء ويلبس زنابق الحقل لن يحرم أخواتنا الراهبات من شيء، لأن المهم ليس الثروة بل المحبة، محبة الله. وهن أيها الإخوة ممتلئات فعلاً بهذه المحبة. ها هي الحانة. لديهم خمرة جيدة هنا. تفضل. من فضلك أيها الطاهي، هل تعرف فرانسيسكو ذاك الناسك ابن تاجر الأقمشة؟ أجل، أنت تقصد الأخ فرانسيسكو، لماذا تبحث عنه؟ إنه قديس. حسناً، أنت تقول إنه قديس، ولكن هل رأيته مرة يصنع معجزة؟ قل الحقيقة. إذا أصغيت إليه أرشدك إلى الطريق الذي يؤدي مباشرة إلى الجنة، ولا حاجة إليك أن ترى المعجزات كي تؤمن به، يكفي أن ينظر في عينيك فقط. أقول لكم فقط ما قرأته في الإنجيل، إذا تصدقت فلا ينفخ أمامك في البوق.
كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع ليعظم الناس شأنهم، إنهم بهذا أخذوا أجرهم، أما أنت فإذا تصدقت فلا تعلم شمالك ما تفعل يمينك. وهكذا وحده أبوك الذي في السماوات والذي يعلم كل الخفايا يجاريك أجراً، لكن لا يهم إذا لم يكن لديك شيء تتصدق به. أعطوا الله والفقراء قلبكم، هل فهمتم؟ توبوا يا إخوتي، توبوا إلى الله، اندموا على خطاياكم، توبوا وابكوا كثيراً، وأنا أبارككم باسم الآب والابن والروح القدس. عودوا إلى بيوتكم الآن وصلوا يا أبنائي، رددوا هذه الكلمات: يا رب فلتكن مشيئتك. سنعمل وفق مشيئة الله. جئت كي أرى إن كان فرانسيسكو يستحق إحساننا، جئت كي أرى ذلك بنفسي. هل تعتقد أن فرانسيسكو يستحق إحساننا؟ الكل يؤكد أنه يستحقه سيدي، ألا ترى؟ أجل، لكن في ودي لو أرى معجزة، فهذا الأمر لم يتسنى لكثير من الناس. أظن أن الأمر مستحيل. هيا هيا بسرعة أيها الحصان، أريد أن أرى ذلك الرجل المدعو فرانسيسكو. إذن السؤال بسيط يا أخي، إذا أعطيتك مالا فماذا تفعل به؟ مضت سنوات طويلة وأنت لم تتصدق بشيء سيدي الحاكم، لماذا قررت الآن أن تعطيني من مالك؟ أظن أن عليك أن تعطي مالك لآخرين وليس لي أنا، فعلى سبيل المثال عليك أن تعيده إلى أخيك الذي أخذته منه بالاحتيال، وأن تعطيه لأمك التي تحتجزها في خربة داخل بيتك الكبير. لم يجرؤ أحد قط على توبيخي، أنت متطاول كثيراً أيها الراهب. احذر سيدي الحاكم، أقول لك وبكل صدق، خير لك أن تندم على خطاياك، عليك أن تتوب قبل أن يقضي عليك ذاك الجرح الذي يلتهم بطنك. لا أحد يعرف عن مرضي أيها الراهب، أخبرني كيف عرفت أنت؟ لقد أشفق الله عليك يا أخي. أنت إذن لا تريد صدقتي. الأفضل لك أن تبكي على خطاياك قبل فوات الأوان، الآن أمضي بسلام. هيا بنا. هذا الراهب مجنون، لم يجرؤ أحد على مخاطبتي بهذه الطريقة. أجل سيدي. تفعل، ابقى في مكانك. لا أعلم، لا أستطيع البقاء. ستشعر بالتعب، ابقى حيث أنت أرجوك. سأحاول النزول من العربة. لا انتظر. أشعر أنني بخير. سأذهب لأخبر فرانسيسكو بأن الرب أعطاني نعمة الشفاء. هيا انهضا، انزل من السرير. هيا، ماذا تريدون منا؟ ليس لد تقولين لا شيء. إذن لنرى. لا تؤلموها من فضلكم. عليك أن تقول أين تخبئ المال. أنا لا أملك شيئا. ستصبح فقيرا عندما نأخذ المال منك، قل لنا أين هو. لا أرجوكم اتركوني أرجوكم. هل قررت أن تتكلم؟ ربما إذا سلخناه حيا تنحل عقدة لسانه لنثبته بالعارضة. لا.
لا توقفوا، سأعطيكم كل شيء، سأعطيكم إياه. انهض إذن وأسرع، هيا. جيد، أرينا الآن ماذا في داخله. أشكرك كثيرا، تستحق جائزة كبيرة. سنبيع المواشي في سوق أريتزو. إنها قليلة، كنت أظن أنها أكثر. أنت على حق. قبل أن نصل قد نتمكنوا من الإمساك بسواها. لكن هؤلاء يبدون حقا لديهم أثياء. مواشي جميلة، ولكن هناك كلب ضخم. ها، وأنا لدي عصا غليظة حقا، أتعلم؟ من هم أولئك؟ أنا لا أرى شيئا. إنهم رهبان يطلبون الحسنة، اهدأوا، نفخة واحدة ويسقطون أرضا. إذن لماذا نضيع الوقت؟ إنك على حق، هيا بنا لنتحرك. هيا. لا، توقفوا، ساعدوني، ساعدوني. البيت. بيتي، بيتي. هيا بنا، هيا. لن ننادي أحدا، سيطرون كمان أولئك الملاعين. هيا، إنهم يختبئون في الغابة في تلك الناحية، أسرعوا. هيا بسرعة. فرانسيسكو، ماذا جرى؟ ما بك يا جرمانوس؟ هناك قطاع طرق يختبئون في الغابة، وقد أحرقوا أحد البيوت والفلاحون يلاحقونهم. لقد أخذوا المواشي وهربوا بها، الناس خائفون من أنهم يريدون قتلهم. وأنتم ماذا فعلتم كي تخلصوا نفوس أولئك اللصوص المساكين؟ هل وقفتم متفرجين؟ عفوك فرانسيسكو، لكن من يجب إنقاذهم هم نحن والفلاحون والمواشي وليس قطاع الطرق. لقد كتب في الإنجيل، ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب. تقولك كالخراف بين الذئاب؟ قال لنا فرانسيسكو بأن نمضي إليهم، وعلينا أيضاً أن نسبح الله مهما حدث لنا. أجل، علينا أن نسبح الرب. وتعتقدون أنهم سيضربوننا؟ أجل. لقد وقعتم كالحمقى، والآن سنرى ماذا لديكم في هذه الأكياس. ما هذا؟ إنه كيس ثقيل، لنرى ماذا في داخله. لمن هذه الخيرات كلها؟ هدية من الأخ فرانسيسكو، هو من طلب منا أن نحملها إليكم. أجل، ولكن ماذا يريد منا في المقابل؟ يقول إنه أفضل لكم أن تعملوا على خلاص نفوسكم عوض أن تسرقوا الناس وتحرقوا البيوت. هل سمعتم ماذا يطلب منا الأخ فرانسيسكو؟ حسناً، أنا أظن أني سأبيعكم في السوق عند الساحل، فتصبحون عبيداً ويبيعونكم في سوق الرقيق، هل فهمتم؟ لقد طلب منا أن نقول لكم إنه ينتظركم في الغابة لأنه يريد محادثتكم. جيد جداً، هذا يعني أننا سنقبض عليه أيضاً، وهكذا سأبيع 4 عبيد بدل 3.
اقبضوا عليه وأوثقوه مع الآخرين. ولكن ماذا يجري هنا؟ ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يحيونكم على طريقتهم وهم يريدون أن يرحبوا بكم. حسناً، سنصطحبكم الآن إلى كنيستنا، هيا بنا. كنا قلقين عليك، ففي الغابة قطع طرق، لذا أرسلنا المبتدئين كي ينبهوك. اطمئن إلي، كل شيء على ما يرام. هؤلاء السادة سيبقون للعشاء وسيبيتون الليلة معنا. ومن هم هؤلاء فرانسيسكو؟ قطاع طرق. لكنهم لا يحملون السيوف والعصي ولا الخناجر أيضا. لقد قرروا أن يغيروا حياتهم، سوف تهتم بأمرهم أنت. ولكن كيف؟ لا تقلق إيليا، سنهتم بأمرهم نحن. هدئ من روعك، هيا بنا أيها الإخوة كي نشكر الرب. أصغي إيليا. قل لي فرانسيسكو، أنا أصغي إليك. الشيء الوحيد المهم هو أنهم هم أيضا أبناء الله.